مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين وتحذر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين. ماكرون يوجه باستمرار التواجد المكثف لرجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد لضمان عودة الهدوء إلى الشوارع الفرنسية. وزير الدفاع الروسي يقول إن تمرد فاغنر ليس له أي تأثير على العملية العسكرية في أوكرانيا. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أدانت مصر الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصر في بيان عن وزارة الخارجية رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين. وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني وتقويض المساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة. استنكر البرلمان العربي وبشدة العدوان الذي قام به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين الذي أوقع عددا من الشهداء والمصابين. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية. واعتبر البرلمان العربي أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهج ومدروس تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني لإسكات صوت الحق وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية. قال المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الأمم المتحدة على اتصال مباشر مع كل الأطراف المعنية للتهدئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأضاف وينسلاند أن التصعيد الحالي في الضفة الغربية خطير للغاية ويأتي بعد شهور من التوتر المتصاعد. Listing up of events that will come in the report on 2334 later in December. استدعت وزارة الخارجية السعودية سفيرة السويد لإبلاغها رفض المملكة القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف. وطالبت الخارجية السعودية الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض وقيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف. أكد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس رفضه وإدانته لحادثة إحراق المصحف في السويد معربا عن غضبه واشمئزازه من هذه التصرفات. وشدد البابا فرانسيس في حوار صحفي على أن الحرية لا تعني الإساءة للآخر، لافتا إلى ضرورة عدم استغلال حرية التعبير كذريعة للإساءة للآخرين. No le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente. Han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن. ووضعت الدولة خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.
قام أعضاء البعثة الطبية المصرية بجولة تفقدية بعدد من المستشفيات السعودية بمكة المكرمة للإطمئنان على صحة الحجاج المصريين والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم. هذا ووصل عدد الحجاج المصريين بالمستشفيات إلى 48 حالة مرضية حالتهم مستقرة. في إطار الوقوف على الحالة الصحية للحجاج المصريين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات السعودية، قام أعضاء البعثة الطبية المصرية بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات المنوم بها الحالات المرضية من الحجاج المصريين بمكة المكرمة للإطمئنان عليها والتعرف على حالتها الصحية وطبيعة الخدمة المقدمة لهم، والذي وصل عددهم إلى 48 حالة مرضية تتلقى العلاج على مدار الساعة. احنا العدد المنومين في المستشفيات وصل 48 بعد خروج حوالي 3 حالات بالأمس، وإن شاء الله بإذن الله إحنا النهاردة كنا على وفد من البعثة الطبية برئاسة مساعد وزير الصحة للإطمئنان على المرضى والمنومين بمستشفى النور. إحنا عندنا النهاردة في 8 حالات متنومة في المستشفى، تم الزيارة والإطمئنان عليهم الحمد لله. في 3 في الآي سي يو في العناية المركزة، وفي 5 في الأجنحة، وإن شاء الله هم حالتهم مستقرة جميعا بإذن الله إن شاء الله. والفريق المستشفيات على متواصل بمرور على الإطمئنان على جميع الحالات بصفة مستمرة وبصفة دورية إن شاء الله بإذن الله. الخمس حالات، في حالتين بطنة، وفي حالة عظام، وفي حالتين جراحة مخ وعصب. بالنسبة لحالات الرعاية، في حالة في الرعاية المركزة، رعاية مركزة بطنة، وفي حالتين رعاية قلب. الحالات المرضية من الحجاج المصريين يتلقون العلاج اللازم من خلال الكوادر الطبية بالمستشفيات السعودية، وذلك بالتنسيق التام وعلى مدار الساعة بالفرق الطبية التابعة للبعثة الطبية المصرية. نشكر للبعثة المصرية حرصهم وزيارتهم ومتابعتهم واهتمامهم لمرضاهم الذي ليس مستغرب من الأشقاء في مصر. الحمد لله لدينا في المستشفى 14 حاج مصري يتلقون الرعاية الطبية الحمد لله على أعلى معيار بأمر الله، وبحول الله وقوته جميع الحالات في حالة تحسن إن شاء الله، ونراهم قريبا الحمد لله يرجعون إلى بلادهم. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أثنوا على الخدمة التي تقدم لهم بالمستشفيات السعودية والدعم الذي يقدم من قبل أعضاء البعثة الطبية المصرية لهم على مدار الساعة. أي حاجة محتاجة أقول. شكراً سيدي، شكراً، أشكرك. أمور البعثة كلها كويسة الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا سيدي، ربنا يبارك فيك. نورين الدنيا والله. بعثة مصر يعني حاجة كبيرة جدا جدا عندنا. الحمد لله، ربنا يكرمكم. ربنا يكرمكم يا رب. شكرا لحضراتكم والاهتمامكم معانا والله. اهتمام كبير جدا كده ليه يعني ما شاء الله. بس ماشية بذوقها كله. ربنا يديهم الصحة ويكرم شر المرض. الحمد لله طلعت عرفات ورميت الجمرات وجيت هنا ان شاء الله، وباذن الله يعني هروح اطوف واسعى ان شاء الله بكره باذن الله، باذن الله تعالى، باذن الله. بارك الله فيكم، كفايه وجودكم يعني شرفتونا ونورتونا يعني، بارك الله فيكم. الكل هنا على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة والتدخلات الجراحية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين، فالكل في صراع مع الزمن لتحقيق الشفاء التام لهم وعودتهم سالمين غانمين لأرض الوطن. محمد حلمي، التلفزيون المصري. وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستمرار التواجد الأمني المكثف لرجال الشرطة ميدانيا في جميع أنحاء فرنسا من أجل ضمان عودة الهدوء إلى الشارع. كانت الداخلية الفرنسية قد قررت تكثيف تواجد قوات الأمن في كل أنحاء البلاد ونشر 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك، كما تم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في مارسيليا وليون اللتين شهدتا أعمالا أكثر عنفا، بالإضافة إلى إرسال مدرعات ومروحيات. وأعلنت الداخلية الفرنسية القبض على 157 شخصا خلال الليلة الماضية التي وصفتها بالهادئة، مضيفة أن 3 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا بجروح في الاشتباكات الأخيرة، وتم استهداف مركز للشرطة وسكنة للدرك، فضلا عن اشتعال نيران في 297 سيارة وتضرر 34 مبنى، فيما تم تسجيل 352 حريقا على الطرق العامة.
هذا وقد أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانيان أن رجال الشرطة والدرك الفرنسيين قاموا بمهامهم في ظروف صعبة خلال الأيام الماضية. وخلال زيارة تفقدية لمدينة غونسي شمال شرق فرنسا، شددت دارمانيان على أن رجال الشرطة حشدوا كل قواهم ونجحوا في القبض على 3200 شخص في 3 أيام، وهو الأمر الذي وصفه بغير المسبوق. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي التزام الشرطة بمعايير المهنية وأخلاق المهنة في التعامل مع الأحداث الأخيرة. قال عمدة بلدة بيرسون الفرنسية فالنتين روتفيغيل أن العنف الذي شهدته فرنسا خلال الأيام الماضية غير مقبول. وبعد يوم من إحراق محتجين مقر بلدية بيرسون، أكد عمدة البلدة أن البلاد لن تستسلم لمثير الشغب وهجمات مجموعات من الشباب مبنى البلدية ومركز الشرطة وإحراقهما جزئيا، كما تم نهب محتوياتهما. حذر وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني من إمكانية انتقال الاضطرابات من فرنسا إلى دول أخرى ناطقة بالفرنسية. ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى ضرورة عزل مرتكبي عمل العنف لتجنب انتقالها. وقال تاياني أنه بالرغم من أن الوضع يتحسن في فرنسا، فإن على الدول الأخرى أن تأخذ حذرها. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن القوات الروسية دمرت جميع دبابات ليوبارد 16 التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا. وأضاف شويغو أن الجيش الروسي دمر 920 عربة مدرعة في منطقتين دونباس وزابوريجيا خلال الشهر الأخير، بما في ذلك 16 دبابة من طراز ليوبارد، بالإضافة إلى 15 مقاتلة وثلاث مروحيات. أكد الكريملين الروسي أن جميع الأجهزة الحكومية والوزارات بما في ذلك أجهزة المخابرات كانت وما زالت تعمل كما ينبغي. ورفض المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف رفض التعليق عندما تلقى سؤالا عن سبب عدم استباق جهاز الأمن الاتحادي لتمرد قوات فاغنر قبل أن يبدأ. وشدد بيسكوف على أن المجتمع الروسي والقوات المسلح احتشدوا خلف الرئيس فلاديمير بوتين في ذلك الوقت. في شأن آخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية كريملين ديمتري بيسكوف بأنه لا توجد هناك آمال كثيرة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب قبل نهاية فترة سريان مفعولها، رافضا المعلومات التي تتحدث عن الصحف الأوروبية بشأن السماح لمصرف روسيا بالربط بنظام سويفت الخاص بالمدفوعات، مشيرا إلى أن السلطات الروسية لم تبلغ بمثل هذا الإجراء. إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مادفيديف استعداد بلاده للتوصل إلى ما وصفه بالتسوية المعقولة للخروج من الأزمة الحالية. وأكد مادفيديف ضرورة وضع مصالح روسيا في الاعتبار للتوصل لهذه التسوية، لافتا إلى ضرورة ألا يكون هناك المزيد من المناهضين لبلاده.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 660 عسكريا أوكرانيا على محاور القتال وتدمير معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في محطات السكك الحديدية بمقاطعة خاركيف. وذكرت الوزارة أنه تم إحباط 17 هجوم أوكراني جديد على محاور دونسك وكيرسي لومان، إضافة إلى تصفية الوحدات الأوكرانية التي تم إنزالها في جزيرة أنتونفسكي بمقاطعة خيرسون. كما لفتت الوزارة إلى تدمير أكثر من 110 مواقع للقيادة وتمركز لقوات كييف وأربع مستودعات للذخيرة، فضلا عن إسقاط طائرة هجومية و14 مسيرة. وفي السياق، شن الطيران الروسي ضربات صاروخية على تجمعات القوات الأوكرانية في ثلاثة اتجاهات. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية إن طيران مجموعة قوات جنوب شن الضربات الصاروخية على الجنود والمعدات الأوكرانية في اتجاه ليستشانسك، وكذلك في اتجاه بخموت وفي اتجاه إحدى القرى. أعلنت أجهزة الأمن الروسية إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال حاكم شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 عبر زرع عبوة في سيارته. وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم توقيف شخص بشبهة تجنيده من جانب عناصر في جهاز الاستخبارات الأوكرانية. هذا وتشكل شبه جزيرة القرم قاعدة لوجستية مهمة للقوات الروسية التي تقاتل في جنوب أوكرانيا، حيث تشن قوات كييف هجوما منذ أسابيع عدة. أقرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جان أماليار بأن القوات الروسية تتقدم في أربع مناطق على خط الجبهة شرق أوكرانيا. وأشارت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إلى أن قوات بلادها تحرز بعض التقدم في جنوب البلاد. بعد نحو شهر على بداية هجومها المضاد الذي كانت تعول عليه أن يحقق انتصارات كبيرة، أقرت أوكرانيا بتقدم القوات الروسية في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد حيث تدور معارك ضارية. نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا مليار أكدت أن قوات بلادها تحرز بعض التقدم في الجهة الجنوبية من بخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مقاومة شديدة من قوات موسكو. كما أضافت مليار أن القوات الروسية تتقدم في مناطق أفيديفكا ومارينكا وليمان. وفي سياق متصل، دعت أوكرانيا الولايات المتحدة أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم المالي لها، مؤكدة أن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليار يورو على مدى 4 أعوام يعد إشارة جيدة لواشنطن وقوى أخرى كي تسير على نفس الضرب. وبعد مرور 16 شهرا على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، تواجه كييف صعوبة في إحراز تقدم حاسم على ساحة المعركة، وتواصل دعوة حلفائها الغربيين لتسريع مساعدتهم العسكرية الموعودة مع قرب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلنطي الناتو في ليتوانيا يومي 11 و12 من يوليو الجاري. هي إذن محاولات عديدة تبذلها أوكرانيا للحصول على دعم دولي لمواصلة الصمود وتحقيق انتصار في ساحة المعركة واستعادة جزء مما فقدته. يفتتح اليوم في مدينة لاهاي بهولندا مكتبا دوليا مكلفا للتحقيق في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. ويجمع المركز الدولي مدعين عامين في كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. تتمثل مهمة المكتب في التحقيق وجمع أدلة ينظر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الأزمة في أوكرانيا. أكد رئيس اللجنة الدولية في مجلس الشيوخ الروسي غريغوري كارسين أن روسيا نقلت نحو
700 ألف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية. وتقول موسكو إن برنامجها المتمثل في جلب أطفال من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية يهدف إلى حماية الأيتام والأطفال الذين أصبحوا وحيدين في مناطق الصراع ولا يجدون من يرعاهم، لكن أوكرانيا تقول إن الكثير من الأطفال جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني، وتقول إن الولايات المتحدة الأمريكية إن آلاف الأطفال أجبروا على ترك منازلهم. 4000 человек – это значимая величина во всем как бы мировом масштабе. أعلن البنك المركزي الروسي انخفاض المديونية الخارجية لروسيا لأول مرة منذ 2007، وأشار بيان للبنك إلى أن الدين الخارجي الروسي انخفض بمقدار 25.9 مليار دولار، أي بنحو 6.8%، وذلك منذ بداية العام 2023 ليبلغ 354 مليار و800 ملايين دولار في أبريل من العام الجاري. توقع اتحاد مصدري الحبوب الروسي تحقيق أرقام قياسية لصادرات الحبوب خلال العام الزراعي الحالي، وأضاف الاتحاد أن روسيا تخطت حواجز العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث يتوقع أن تصل الصادرات إلى 59 مليون طن هذا العام. دخل الآلاف من عمال الفنادق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية في إضراب للمطالبة برفع أجورهم وزيادة المزايا المقدمة لهم. وقالت رابطة تمثل آلاف من الطهاة والعاملين قالوا إن أعضاءها يكافحون من أجل دفع تكاليف السكن في المدن التي يعملون فيها، وعانوا بالفعل من تقليص عدد الوظائف خلال جائحة كورونا. وتسعى الرابطة لإنشاء صندوق للإسكان للعاملين في قطاع الفنادق، وتطالب بتحسين الأجور وتوفير الرعاية الصحية والمعاشات التعاقدية أو التقاعدية وبيئة عمل أكثر أمنا للعاملين. جولة السادسة الإخبارية مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. ردا على تحركات عسكرية صينية في مضيق تايوان تايبي، تبدأ مناورات صاروخية بالذخيرة الحية تستمر يومين. دعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي إلى رفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للوفاء بما تم الاتفاق عليه. وخلال تصريحات صحفية أعربت رئيسة وزراء إستونيا عن اعتقادها أن الحلفاء في الناتو لا يتخذون الوضع الأمني بجدية كما كان الحال خلال الحرب الباردة، حيث كان الإنفاق على الدفاع من قبل دول الناتو عام 1988 2% لكل دولة من دول الحلف، لكن الآن يبلغ نحو 1.6%. Is NATO, and I can tell this by my own country's history. The reason we are not living through some really dark times right now.
أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بريل أكد أنه يتعين على الاتحاد إعادة التفكير في رؤيته ومعالجته لأثرات الناشئة على الساحة الدولية والتهديدات التي تهدد أمن أوروبا والعالم. وأوضح بريل في مقال له أنه يتعين على أوروبا أن تنظر إلى العوامل التي تشكل المشهد العالمي الجديد من حيث الاتجاه نحو المنافسة الاستراتيجية ثنائية القطب ما بين الولايات المتحدة والصين التي تنتشر في جميع المجالات، إلى جانب الفوضى متعددة الأقطاب وتزايد الإصرار وسلوك الاحتياط من قبل البلدان الناشئة. تبدأ تايوان مناورات صاروخية بالذخيرة الحية تستمر يومين تسبق المناورات العسكرية السنوية الأكبر في الجزيرة، مع سعيها إلى زيادة استعداداتها في مواجهة الصين. وصعدت بكين منذ أشهر لهجتها السياسية والعسكرية حيال تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، لكن تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. قبل مناورات عسكرية سنوية هي الأكبر في الجزيرة، أطلقت تايوان مناورات صاروخية بالذخيرة الحية تستمر يومين مع سعيها لزيادة استعداداتها في مواجهة الصين التي تعتبر الجزيرة التايوانية جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. مناورات إطلاق الصواريخ تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين تايبيه وبكين توترات متزايدة في أعقاب إجراء الصين مناورتين عسكريتين ضخمتين في محيط الجزيرة خلال العام المنصرم، شملت محاكاة فرض تطويق كامل لتايوان. وتأتي المناورات الصاروخية التايوانية على خلفية تحركات جوية وبحرية صينية في مضيق تايوان ومحيطه، وهو ممر بعرض 180 كيلومتر يفصل بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين. والشهر الماضي اقتربت 8 طائرات حربية صينية من حدود المياه الإقليمية لتايوان، كما أبحرت حاملة الطائرات الصينية شاندونغ في مايو الماضي عبر مضيق تايوان في خطوة نادرة. وفي موازاة التوترات العسكرية لم يسجل أي تحسن في العلاقات السياسية بين الجانبين، فقد رفضت بكين التواصل مع حكومة تساي إنغوين الرافضة لمطالب بكين بشأن الجزيرة منذ انتخابها رئيس في 2016. وأعلنت دائرة الهجرة في تايوان الأسبوع الماضي عدم منح تأشيرات دخول لمسؤولين صينيين لحضور معرض دولي للسفر تستضيفه يوليو الجاري. ذكرت مصادر دبلوماسية في طوكيو ذكرت أن اليابان والاتحاد الأوروبي يدرسان إصدار بيان مشترك يعلنان فيه عزمهما على تعزيز التعاون الأمني البحري والفضائي الإلكتروني بعد اجتماع زعمائهما الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن من المرجح أن تتعهد اليابان والاتحاد الأوروبي بتعزيز تدريباتهما المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادي والمساعدة في تعزيز قدرة الدفاع البحري لدول جنوب شرق آسيا. من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيتشيدا بلجيكا للاجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي بعد حضور قمة ناتو التي تستمر يومين اعتبارا من 11 من يوليو في ليتوانيا. And the team of the meeting in charge of semiconductors, we believe that it's... نفى المتحدث باسم الحكومة اليابانية تقارير عن اجتماع مسؤولين من كوريا الشمالية واليابان عدة مرات في شهر يونيو الماضي بشأن اختطاف بيونغ يانغ لمواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. جاءت هذه الأنباء حول الاجتماعات في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أواخر مايو الماضي بإجراء مفاوضات ثنائية رفيعة المستوى وترتيب قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة بابوا الواقعة شرق إندونيسيا، ذلك دون أن ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة أو خسائر بشرية.
من جانبها قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية تسونامي، لكنها حذرت من توابع محتملة للزلزال. أصدرت السلطات اليابانية أوامر إجلاء ما يزيد عن 360 ألف ساكن في مدينة كوموتو بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في منطقة كيوشو جنوب غربي البلاد في انهيار جسر خرساني يبلغ ارتفاعه 37 مترا يمر فوق أحد الأنهار. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرعد في جميع أنحاء البلاد حتى ظهر غد الثلاثاء، ودعت السكان إلى توخي الحذر من الانهيارات الطينية والفيضانات. تحل اليوم ذكرى العاشرة لبان الثالث من يوليو عندما انتصرت القيادة العامة للقوات المسلحة كعادتها انتصرت للشعب. ففي الثالث من يوليو من عام 2013 نزل الملايين من المصريين إلى الميادين مطالبين القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ البلاد بعد ارتكاب جرائم بحق مصر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية. وانتظرت جموع المصريين في الشوارع والميادين الخطاب التاريخي الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك معلنا خارطة المستقبل. إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. كعادتها دوما تقف القوات المسلحة على العهد في مساندتها لأبناء شعبها وأمتها، فاستمعت لنداء الملايين التي احتشدت في الميادين وتلك التي علت أصواتها رفضا للوضع القائم آنذاك. بيان الثالث من يوليو المحروسة جميعها في لحظة انتظار مهيب لكلمة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع في ذلك الوقت الفريق أول عبد الفتاح السيسي ليخرج ويعلن استجابة القوات المسلحة لنداء الشعب، معلنا لحظة الخلاص من جماعة الظلم والظلام بخارطة مستقبل توافقت عليها القوى السياسية والشبابية في البلاد. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. أعلنها حينها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وهتف الشعب فرحا، نحن في مرحلة جديدة وبدأت خطوات تنفيذ خارطة المستقبل. المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس مؤقت للبلاد، وتوالت الخطوات بدستور جديد للبلاد ورئيس انتخبته الملايين بإرادة حرة لتدخل البلاد إلى مرحلة من النمو والازدهار السياسي والاقتصادي، وأصبحت ربوع مصر على موعد مع مشروعات كبرى أعادت لمصر وجهها المشرق من جديد. We'll be right back.
بيان القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يوليو الذي ألقاه آنذاك وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أعلن الاستجابة للإرادة الشعبية بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية التي حاولت اختطاف مصر وطمس هويتها. وأكد بيان القوات المسلحة على ما بذلته من جهود خلال أشهر لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية ما بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة آنذاك. يوم 3 يوليو ليس مجرد ذكرى لكنه علامة فارقة في تاريخ الوطن. يوم استرد فيه المصريون مقدرات الوطن وأفشلوا فيه مؤامرات اغتيال مؤسساتها وخيانة ترابها. وسط أزمات سياسية وعدم كفاءة في إدارة شؤون البلاد غلفتها حالة من الغضب الشعبي، مرت فترة قاتمة على مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة من 2012 إلى 2013 حتى جاءت ثورة 30 يونيو المجيدة محررة البلاد من قيودها لتنطلق نحو ما تصبو إليه من مستقبل يستحقه شعب مصر العظيم. علامة فارقة في تاريخ مصر لمواجهة المؤامرات سجلها تاريخ 3 يوليو من خلال التصدي لكافة محاولات إفشال الدولة واغتيال مفهوم الدولة الوطنية عبر مؤامرات كان الأمن أحد أبرز أهدافها، وسط تحديات غير مسبوقة من بينها اقتحام السجون ومراكز الشرطة وتهريب العناصر الإجرامية وتكوين العصابات المسلحة. في ديسمبر من عام 2012 كشفت أحداث الاتحادية الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية الذي يميل للعنف وقمع المعارضين الذين احتجوا على إعلان دستوري ديكتاتوري، فما كان من الجماعة الإرهابية إلا أن اعتدت على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية. محاولات للسيطرة والهيمنة أفشلتها ثورة 30 يونيو لتنكشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية أمام الملايين من خلال التلويح باستخدام العنف بشكل علني وارتكاب جرائم تخريبية في شتى أنحاء البلاد، ولكن مصر بشعبها وجيشها ومؤسساتها العريقة كانت عصية على الإرهاب، ونجحت إرادة المصريين التي ساندها الدور الوطني للقوات المسلحة في إزاحة ستار العنف والظلام. استطاعت جماعة الإخوان الإرهابية على مدى سنوات التسلل إلى مفاصل عدد من الدول العربية وتكوين كيانات بدول غربية حتى جاءت كلمة النهاية في 3 يوليو استجابة لثورة الشعب المصري المجيدة في 30 يونيو عام 2013. الثورة المصرية ضد الجماعة الإرهابية لم تتسبب فقط في انهيارها بمصر، بل كانت الضربة القاسمة لها في مختلف الدول العربية، وامتدت آثارها كالنار في الهشيم بكل كياناتها بالخارج. سقطت ورقة التوت فبدت انشقاقات الجماعة المنحلة وصراعاتها على المغانم واضحة، إضافة إلى انكشاف تضليلها لجيل من الشباب تحت شعارات مزيفة. جماعة الإخوان الإرهابية التي استطاعت على مدار سنوات التسلل إلى مفاصل عدد من الدول العربية وتكوين كيانات بدول غربية، جاءتها الضربة القاضية بهبة الشعب المصري وظحره لها في ثورة 30 يونيو من عام 2013. الثورة المصرية ضد جماعة الخداع الإرهابية لم تتسبب فقط في انهيار الجماعة بمصر، بل كانت الضربة القاسمة للجماعة في مختلف الدول العربية، وامتدت أثارها كالنار في الهشيم بكل كياناتها بالخارج. خريف عاصف ضرب الجماعة في أعقاب ثورة يونيو بدأت بسقوط مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع سجيناً عقب قيادته لأحداث العنف التي تلت الثورة،
ليتم الإعلان عن محمود عزت قائماً بأعمال الجماعة وموجهاً لعملياتها الإرهابية في ربوع الوطن، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه في أغسطس 2020 ليتولى بعده إبراهيم منير الهارب في بريطانيا التوجيه الإرهابي للجماعة حتى وافته المنية عام 2022. السقوط السريع للحرس القديم أشعل صراعاً في مغانم وإرث الجماعة الإرهابية والتمويلات التي تأتيها من مزعزع استقرار الأمم، إضافة إلى اشتعال الصراع الأيديولوجي بين شباب الجماعة ومنتفعيها القدامى بعدما تأكد لشبابها أنهم كانوا مجرد حطب لنيران مطامع زعمائها. الجماعة الإرهابية انقلبت على نفسها بالانقسام بين جبهتي إسطنبول ولندن ومحاولة إنصاف القيادات بإجزال العطاء لجذب الطامعين كداعمين لهم، بعدما انفض من حولهم الآلاف من المخدوعين بشعاراتهم البراقة على مدار سنوات. الأمين العام السابق للجماعة الإرهابية محمود حسين أعلن نفسه قائماً بأعمال المرشد كخطوة استباقية للسيطرة على تمويلات التنظيم، فلم يكن أمام جبهة لندن إلا تنفيذ خطواتها المضادة وإعلان القيادي صلاح عبد الحق قائماً بالأعمال خلفاً لإبراهيم منير ليشتعل الخلاف الإخواني. الجبهتان المتناحرتان بالجماعة الإرهابية سرعان ما رمت كل منهما الأخرى بالأكاذيب ومحاولة استحداث تنظيمات متوازية، بل جاز للبعض سحب الصفة التنظيمية عن الآخر. حالة من الانقسام داخل التنظيم الإرهابي أعمق مما تخيله الوسطاء الذين سعوا للم شمل الجماعة بعد الفشل في الوصول إلى صيغة توافقية بين جبهات الإخوان المتصارعة. فالتشرذم والانقسام لم يقف عند تناحر الجبهتين الأبرز في تركيا وبريطانيا، بل امتد إلى داخل الجبهة الواحدة نفسها، حيث رفض أعضاء بجبهة لندن الاعتراف بزعامة صلاح عبد الحق للتنظيم لضعف كفاءته وقفزه حديثاً على المشهد سعياً وراء مغانم التمويل غير المشروع، مشككين في روايته بأن ولايته جاءت تنفيذاً لوصية إبراهيم منير، بينما وصف البعض وصوله الغامض للمشهد بأنه جاء لتفويت الفرصة على التكتلات داخل جبهة لندن ذاتها والمتربصين للسيطرة على الجبهة. أمر آخر زاد من آلام الجماعة الإرهابية وهو التوجه العالمي للتصدي للإرهاب البغيض الذي لم يسلم منه أحد، والذي تؤكد كل الدراسات أن جميع تلك التنظيمات الإرهابية نهلت من نهر أفكار تنظيم الإخوان المسمم فباتوا مزمومين في شتى الأرض، ولعل آخرها ما استهدف منابع تمويل التنظيم في فرنسا، حيث صادرت باريس 25 مليون يورو لصناديق مشبوهة للإخوان. الجماعة الإرهابية التي توالت هزائمها تعيش شيخوختها التنظيمية بعدما استشرى بجسدها مرض الانقسام من القمة إلى القاع ليترقب إزدال الستار عن فصلها الأخير. ذكرت وزارة التنمية المحلية أنها نفذت توجيهات القيادة السياسية بوضع الأسر الأكثر احتياجاً على رأس أولوياتها بمختلف المحافظات، وذلك تجسيداً لمبادئ ثورة 30 من يونيو المجيدة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ العدالة الاجتماعية. وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن إطلاق مبادرات سند الخير وفرحة رمضان وكتف في كتف ساهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوزيع كراتين الطعام في رمضان لدعم الأسر المحتاجة. بذلت وزارة البيئة جهودا كبيرة خلال التسع سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية
والتنوع البيولوجي من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية، يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي واقتصادي واجتماعي. وتنوعت جهود وزارة البيئة بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات ودعم وتنمية الاستثمار البيئي والسياحة البيئية بداخلها بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة. والآن موعدنا مع الوقفة الاقتصادية للسادسة. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا رجاء رمزي، شكرا سارة نجيب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. قال رئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد المكتوم إن دولة الإمارات ستنشئ وزارة للاستثمارات. وأضاف رئيس وزراء الإمارات أن هدف الوزارة الجديد هو تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعلا رئيسيا في حركة الاستثمارات العالمية. أعلنت السعودية وروسيا أكبر مصدرين للنفط في العالم عن تخفيضات في الإنتاج والصادرات دفعت أسعار الخام إلى الارتفاع على الرغم من مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة. أكدت السعودية أنها ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل أغسطس، وأن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد ذلك. وبعد إعلان السعودية بقليل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستخفض صادراتها النفطية نحو 500 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تمديد الخفض الطوعي للإنتاج ليشمل شهر أغسطس، مما بدد تأثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 19% إلى 75 دولار و55 سنت، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% إلى 70 دولار و78 سنت للبرميل، كما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 67% لتصل إلى دولارين و43 سنت للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.32% لتسجل نحو دولارين و71 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الهند أن مصافي التكرير لديها بدأت دفع ثمن بعض واردات النفط من روسيا باليوان الصيني، حيث ألجأت العقوبات الغربية موسكو وعملائها لإيجاد بدائل للدولار لتسوية المدفوعات. وأدت العقوبات الغربية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تحول تدفقات التجارة العالمية لأكبر صادرات موسكو وهو النفط مع بروز الهند كأكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا، كما تحولت الصين إلى اليوان في معظم واردتها من الطاقة من روسيا. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لترضية موسكو. قالت الصحيفة أنه في ظل خضوع البنك لعقوبات تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغاز أو الغذاء إلى الأسواق العالمية. وتأتي هذه الخطوة بعدما قالت روسيا الأسبوع الماضي إنها لا ترى أي سبب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو.
نما نشاط التصنيع في الصين بوتيرة أبطأ من المتوقع في يونيو، إذ أصبحت الشركات أكثر حذراً بشأن توقعات الإنتاج. ووصل مؤشر كاكسين لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.5 نقطة الشهر الماضي، منخفضاً من 50.9 في مايو، حيث يمثل مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وتشير البيانات إلى أن الانتعاش الاقتصادي في الصين آخذ في التباطؤ. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرجاء وسارة لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل. مشاهدينا، بالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين وتحذر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين. ماكرون يوجه باستمرار التواجد المكثف لرجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد لضمان عودة الهدوء إلى الشارع الفرنسي. وزير الدفاع الروسي يقول إن تمرد فاغنر ليس له أي تأثير على العملية العسكرية في أوكرانيا. ختام نشرة السادسة من التلفزيون المصري. نعم، في تمام التاسعة جولة إخبارية مجددة. إلى الملتقى. إلى اللقاء.